ارجو الهدوء وغلق الهواتف المحموله على الصامت او غلق خالص. الحمد لله انا تليفوني ما رنش ولا مره النهارده. وبعد اذن حضراتكم اللي عنده اسئله يكتبها في ورقه ويديها للاستاذه الدكتوره عبير زكريا، هي المسؤوله عن فقره المحاوره مع سعاده المستشار. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان نبدا كده من جديد عايزه اقول لحضراتكم حاجه طريفه، ان طرائف المحاكم في الخمسينيات من القرن الماضي وقف المحامي يترافع، لسه في كلام في القاعه، لسه في كلام في القاعه. دكتور سيد ازاي الهدوء؟ هي اللي بتكلمك، هي اللي بتكلمك بقى، هي اللي بتكلمك. انت بتستدرجها بالكلام. خلاص يا جماعه بقى عدوها. طب يلا فين الكلام عشان انا هتكلم؟ يلا. من طرائف المحاكم في الخمسينيات من القرن الماضي وقف المحامي ليترافع في قضية سرقة عدلة، وبنى دفاعه بالكامل على أن المتهم لم يتعمد سرقة العدلة، وإنما كان يمسك حزمة برسيم فتبعته العدلة وهي تأكل في البرسيم حتى أنهت عليه عند بيته، وظل يصف حال جوعها وإشفاقه عليها عند آخر عود من البرسيم في بيته. فانتبه القاضي وقلب في أوراقه وقال له: يا أستاذ، القضية مش سرقة عجلة، دي عجلة بسكليتة يعني. كان آخر صوت معانا كانت الأستاذة حكمة الشربيني، والتي أمتعتنا بقصيدة لسعادة المستشار بهاء المري، وكانت لابنته، فأثارت في نفوسنا جميعا مشاعر البنوة والأبوة والأمومة نحو أبنائنا وهم مشرفون على الزواج. عودة إلى سعادة المستشار بهاء المري وحديث عن قضايا لا تنسى، فليتفضل مشكور. يعني هو قبل هذه الجزئية احنا تكلمنا عن أدب الابتدام، يعني وكلاء النيابة، فيتعين أن نسوق شيئا من أدب الدفاع. طبعا كان يعني أشهر المحامين في مصر كان إبراهيم الهلباوي بيك، أول نقيب للمحامين سنة 1912، كان نجم المحاماة الأول في مصر، يعني عنده قضية في الصعيد الناس تركب القطر وتروح لأنه هيترافع في الصعيد. الهلباوي عنده قضية في اسكندرية يركبوا القطر ويروحوا ويسمعوا الهلباوي. كان حاجة غير عادية. وكانت مرافعاته يعني تهز المحاكم، وكان المحامي يعني القضاة يفرحوا لما يلاقوا إبراهيم الهلباوي. وزع صوته إلى حد كبير، يعني لدرجة إن العوام يقولوا لبعض: والله أقتلك وأجيب الهلباوي. دلال على انه هياخد براءة. او لما دخل واحد ياكل في مصنع، الكلام ده في يعني في العشرينات، فقال له 7 جنيه. ليه؟ قال له انت واكل كذا وكذا وكذا ولسان. قال له ليه لسان الهلباوي؟ هكذا كان شأنه يعني. فترافع في قضية اغتيال مطرز غالي باشا 1910 عن القاتل ابراهيم ناصف الورداني. ابراهيم ناصف الورداني كان شاب سافر بره عشان يدرس الصيدله،
وفشل ما درسش حاجه ورجع. تلقفته جماعه اسمها التضامن الاخوي ضد الدوله ضد البتاع من الجماعات الارهابيه، وقالوا له لا احنا يعني الخونه من المصريين الذين يتعاونون مع الانجليز اخطر من الاحتلال. كعادة كل زمن لما يتم الضحك على الشباب الصغير، بطرس غالي باشا خائن اقتله، اقتنع الشاب المسكين الغلبان او اللي فشله في الدراسة عايز يحس انه بطل مزيف، اغتال خلى الرجل نازل من وزارة الحقبية وكان قاعد على القهوة وافرغ في مسدسه، ولما سؤال قال انا اتيت لانه خاين لوطنه. فمن الخطورة بمكان ان يحكم احد على احد بالخيانة ثم يكون كمان قاضيا وينفذ الحكم. خائن اشتكيه يا اخي. وكما فعل يعني من اغتال فرج هودة، القاضي بيسأله هل قتلت فرج هودة؟ نعم. لماذا؟ لانه كافر. كيف عرفت انه كافر؟ جيم من كتبه، سين اي كتاب قرأت، جيم انا لا اقرأ ولا اكتب، انا بياع سمك ولكن سمعت المشايخ. قتلوا المشايخ ما بيقرمش، وكفر الراجل ونفس فيه. المهم نرجع للموضوع. ابراهيم الورداني القاتل كان فخورا منتشيا اثناء التحقيق وفي محكمه ويفتخر انه نعم قتلت لانه خائن. المدام معترف. شو بقى الجمال والاخلاقيات؟ الهلباوي ومن الهلباوي حاجه كبيره جدا، لا في اعتراف ولا اعتراف منزه من اي اكراه. ما فيش بقى اصل الشرطه عذبته، اصل خدوا مراته وعياله رهينه، ما فيش الكلام ده. خلينا المتهم معترف. ادخل على حاجه ثانيه اللي هي ايه بقى؟ نسبه حماد. التحقيق المتهم معترف. تيجي انت تقول لي ده انضرب، هو ما قالش انا انضربت. هنا بقى احترام الناس لذواتها. نشتغل مع المحكمه على ايه؟ على طلب الرحمه. فنسمع كان حاضر معانا ايضا احمد لطفي السيد، وده اللي كان ايضا بيترفع عن الفلاحين بتوع دنشواي، ولكن كانت رفعته في دنشواي هزيله جدا. فقال ايه عن الهلباوي؟ فقال ايه عن الورداني؟ تخيل حتى ما بيوجهش كلامه للمحكمه حتى لا يكون مباشرا. يعني انا مثلا اقول لك يا دكتور يعني عشان خاطري كيف 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 كيف. شوف وقع ده. ولا لما اكلم مثلا سعاده البيت عن اللي انا عاوزه وعشان الدكتور يفهمه. يعني زي ما بقول واد غلبان والحكايه والروايه، اقول له تخيل في الواد فلان وفلان ليه امه واخته مش لاقيها كلها. شوف الذكاء بتاعهم. فاحمد لطفي السيد وجه كلامه للوردان وليس للمحكمة. الهلباوي وجه كلامه للمتهم ابراهيم ناصف الوردان. الاول قبل الهلباوي احمد لطفي السيد. فبيقول له بعد ما ترافع بقى، اما انت ايها المتهم لقد همت بحب بلادك حتى انساك ذلك الغيام كل شيء حولك. أنساك واجبا مقدسا هو الرأفة بأختك الصغيرة وأمك الحزينة، فتركتهما يبكيان هذا الشباب الغض، تركتهما يتقلبان على جمر الغضا، تركتهما يقلبان الطرف حولهما فلا يجدان غير منزل مقفر غاب عنه عائله، تركتهما على ألا تعود إليهما وأنت تعلم أنهما لا يطيقان صبرا على فراقك لحظة واحدة، فأنت أملهما ورجاؤهما.
واعلم ايها الشاب انه اذا تشدد معك قضاتك ولا اخالهم الا راحميك فذلك لانهم خدمه القانون وهذا هو السلاح المسلول في يد العداله والحريه واذا لم ينصفوك ولا اظنهم الا منصفيك فقد انصفك ذلك العالم الذي يرى انك لم ترتكب ما ارتكبته بغيه الاجرام ولكن باعتقادي انك تخدم بلادك وسواء وافق اعتقادك الحقيقه او خالفها فتلك مساله سيحكم التاريخ فيها. شوف حتى ما بقولوش انت مش مجرم انت عملت حاجه كويسه، لا، بقول له باعتقادك انك تخدم بلادك. حتى اللفظ مختار ومعتنى به، وهذا اسلوب ادبي، اسلوب ادبي في المرافعه كان لابد ان يخلد. جه بقى الهلباوي قال له ايه؟ الهلباوي قال له ايه بقى؟ قال له اما انت ايها المتهم، وبيعتذر له وقال له اذا كنت وصفتك بالمجرم فده غصب عني لان دي عبارات بتستخدم في ساحه القضاء. اما اذا ابت نفسك ان تعيش بين السلاسل والاغلال وان تعيش معاملا معامله الاشقياء وقطاع الطريق فارفع نفسك عن هذا السبيل. اقبل نضال الموت بقلب البواسل فالموت آت إن لم يكن اليوم فغدا. اقبل نضال الموت فقد يكون في موتك بقضاء البشر عظة لأمتك خير من حياتك. وكأنه عارف إن الحكم ما فيهوش كلام وكأنه بيصبره ويقول له يعني الموت جيدا وقد يكون القضاء بإعدامك عظة الناس أفيد من حياتك. هذه نماذج من المرافعات الأدبية البليغة يعني نكتفي منها لهذا القدر. غنمتك وغنمتك.